يا حبيبي انت، كنت بجهنم وجيت عالجنة. باعتمادك يا رب في نهر الأردن. بالأردن مع كيلاني، كنت اجيت اشوف كيلاني. هلأ كيلاني الأردن والعالم وكله هون. الشكر لله والشكر لهالحاكم اللي هون، هو ورفقة حياته. ما في شي بدكن يا إذا بأمريكا وين ما كنتوا لحوي هون. شو ما بدكن صار في جماعة، ومن هون شلنا الجهل والمرض والإنسان عدو ما يجهل. بيجي مرة بالشهر بقعد 4-5 أيام كلنا سوا مع بعضنا، وكلنا مش ضد بعضنا .com لا، مهضومين الصغار والكبار ويلي اسمهم معافين عفاهم الله من الدنيا. وشو ما بدكن الأكل موجود، في صحة وفي صحوة، كله على موقع بيت الله. كل الكتب صدقة وكل الشغل صدقة، وكلنا منساعد بعضنا. ويا حبيب قلبي، امبارح كان في حضرة مش جلسة. يا حبيبي الشيخ كان خوري وأبونا وأمه وبي وراهبة، وتسلم عليه ويغمرك كلنا. والمسجد هونيك شو حلو، هون النساء بتقعد الأمات، وهون بيقعدوا البيات مثل السوات لودج بأمريكا للبدو. مطرح اللي في بدو يا أخوتي، هيدي البداية والنهاية. تيتا هون ما بتقشع هي، وأنا بقدر أقولها على العيلة بقى، ما بقى هي بتقشع بالبصر، بتشوف بالبصيرة، وعمرها 3 سنين وبتبعت لي شو بدي حط بالكتب، وبدي أبعت لكم الكتاب. بتحكي إنجليزي وبتحكي عربي، الكتاب رح يكون thank you يعني شكرا، وقفل الكتاب thank you يعني مش تانكي يعني دبابة. هودي الولاد انديغوز من كواكب تانية ومن مجرات تانية، مثل ما في ستنا عائشة أو ماما عائشة. ماما عائشة من فينس، هل عم يجوا من غير مطارح تيتا، وبدهم يعرفوا وين جسد أختنا وأم أبيها فاطمة والزهراء. ما عم فيهم تيتا، عم بيموتوا. الكوكب كله اللي بيجي تيشوف وين، لأنه نعم هالكرة الأرضية وفينا انطوى العالم الأكبر وبهالإنسان. هذا هو إسلام الله. هون شفت ما في مسلم ومسيح، في إنسان، في مطاعم. هلأ شارعي هو الفجعانين والجوعانين والمفجوعين ومهضومين، كله مطاعم مطاعم، مساجد، مكاتب، ما 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 ما. كتير عطى حرية نعم للأخلاق للعلم. يا حبيبي انت الحسنين، وانت وكلكم شو ما بدكم. في تلفزيون هون تيتا اسمه نعم اليوم، اليوم الأردن اليوم. كلمة اليوم آمين يا رحمن يا رحيم يا مؤمن يا مؤمنين الواحد اليوم. ما في عنا تيتا غير هالنفس بس، منخلق منتنفس منموت منتنفس منروح على البيت. يا أيتها النفس المطمئنة عودي إلى ربك راضية مرضية. 3 أشهر هاي عمرها، 7 سنين هيدا، 8 سنين. القرآن تيتا هو بيفهمني، أنا بنام على قلبه. ولو بتشوفوا هالزميرة كلنا بدنا نحطها، شو هالملك، أنت مالك الملك هون. بعد ما تصير تحط صفيرة زمور مثل عنا الإسعاف والطوارئ وكله، بحطوا موسيقى حلوة كتير مثل الغنية، بدي جيب لك مزود، بجيب لك بنزين، وهيديك شو بيعمل، وهيديك التاكسي وكلهم هيك. ما بتلاقي أصوات بشعة، صوت حلو كتير. وهون في كل المأكولات، ما فين إلكن رح خبركن إياها بلبنان وفرجيكن وتشوفوا كل أنواع البودرة. يعني بتشرب قهوة، منا قهوة نعم معمولة من
بزر الزيتون معمول من الشعير، معمول من الأعشاب يا حبيبي أنت، طب النبوي الشريف، طب الإمام علي يا حبيبي، الحلال والحرام كله بالعلم هون، كله بالعلم. بدي أتعلم، بدي أفهم. اقرأ أيها العربي. أنا عربي بس ماني إرهابي تيتا. لو بتشوفوا شو هون اللي بيعلموا بيون، البي عم بيسمع لهم. خالد النوباني بيسمع للأولاد، هن اللي بيفهموا جايبينا معهم. ما ماتت، تطلع أنا بعيونك بشوف مريم، أنت المراية لإلي. عملنا غلطة؟ نعم نتعلم، بس كل يوم تيتا غلطة جديدة، مش نفس الغلطة كل يوم كل يوم. لا مشان هيك أنا هلأ كنت إجي بس تشوف محمد كيلاني ببيت الله، شو ما بدكن فيه، شو بتفوت. بس هلأ نعم صار كل الأردن، مش بس عمان، الأردن كله بيت الله، كل العوالم بيت الله. وفينا انطوى العالم الأكبر. بشجعكن هون خادم الحرمين، هون بشجع ماديا معنويا تعملوا أعمال فيها خير، فيها إنسانية، لأنه أنا ضعفي ما فيني شوفون. هن المعافين، هن مش معاقين، معافين. مثل ما في بسوريا بيت عند زينة أولاد معافين، هودي هون كمان كلنا منساعدهم وكلنا منحبهم، لأن هن اللي بيحبونا. وقت اللي كنت أنا حبلي وجبت ولد هيك معافين، لأنه نظف لي رحمي وطلع لبر وصار يسعد من هو صغير، بشيل النفايات يلي أنا حطيتها فيه. شو أكلت أنا وحبلي؟ ليش عند الأرمن واليهود تباعدوا بالنكاح؟ ليش نحن العرب؟ لأنه هالعيلة غنية لازم يتجوزوا من بعضهم تضل الأموال بالعيلة. لا، كل واحد منا بده يبلش يقرأ ويشوف، والكتب موجودة، وأنت سيد على نفسك، حسيب ورقيب. بدي تجاوب تيتا، ريسبونس أبيليتي، الدعاء المستجاب. يا حبيب قلبي دايما دايما بقولها كتير تيتا، وبضلني بقولها، كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. لبقى تطلعوا بالجسد، لبقى تطلعوا بتيابي ما بغيرون، بعضهم نضاف لا بدي غيرون وبحبوني، وصرمية وحدة بتأدينا، وكلن قالوا تيتا العيسى ابن مريم المسيح والياس وإليا، وكلن قالوا ومشو حافين، خصوصي يلي بالكويت وهيك على الرمل. منا بالأردن هون شفت حالي بلبنان، وكأن عم بيحكوا لبناني كمان، بلد اللي فيها زيتون وتين وغار وسنديان وأرز، كل شي فيها. بيقولوا مثلنا عالدوارة، وين رحت عالدوارة؟ هون عالدوارة. تطلعوا بمطارح بتقولوا هيدي لبنان، بس ما بدنا بيوت من حجار، لا بيوت من طين، وهون اللي عمروها بيوت من تراب من طين. وما بدنا الكلب بالبيت، ما فيني قلكن الشوارع شو نظيفة، ما فيها صور مثل عنا وهيك وهيك وكلاب هون. نعم هيدا بيتنا، قريبا صار في جماعة، قريبا رح يكون في بيت يلي هو بيت الله. خلص هيدا، وين كنت؟ كنت ببيت الله، وين كنت؟ انتبهوا كلنا ببيت الله، كل الكتب وكل شي بدكن ياه. وكيلاني يعني وز هيدا، انا بسميه قرد بقنينة، رود كتاب The Hundred Monkey. بالهند كلهم كاتبين سوريا سوريا. هل قد بتحبوا سوريا؟ قالوا لي هيدي منا كلمة عربية، أرامية عبرية سريانية اللي بدك اياه. وكلهم بيكتبوا العدد تبع إمام علي، صغار الحلوين اللي بيفهموا ما بيقولوا إمام علي، بيقولوا علي، ما إله لقب،
خلقت الخلق لأعرف. قالي الله إذا بقلكن كأنه الدبوس على أيام بي من 85 سنة بي كان يروح لعند الدبوس ويجيب أعشاب، وهون ما في عشب بنا موجودة أبدا، وأشياء غريبة يعني رح يلاقوا الحبقة يلي حرموها وشالوها من كل أمة العرب هون رح تكون موجودة تيتا باعتمادك يا رب بالأردن. وهيدي الحبقة إذا الولد مريض بتحطيها حده بيقوم بيمشي. أنا حطيتها حده. في أنواع كتير من الحبق والريحان بتحط هيك بتشم الريحة شو ما كنت وين ما كنت موجوع بجسمك، ظهري عم بيجعني، راسي عم بيجعني، رقبتي عم تجعني، كله تنفس، والنفس اللي أخدته حطه بهالمطرح الوجع، حطه هونيك تنفس، حطه هونيك حطه هونيك حط والنفس يكون غميق غميق تحت السرة باتنين سنتي بيروح الوجع. نعم انت سيد على جسدك، كن انت السائل والمسؤول اللي جسدك عليك حق. خلص تلفزيون واذاعه تيتا موجود هون نهار الجمعه على سكايب بيحكي محمد كيلاني واذاعه وتلفزيون. خلص عمرها 8 شهور بتفتح هيدي وبتعرف تشتغل على هيدي الموبايل ومدري شو هالانترنت. انا اطش مني ما رح اقول احمر لانه احترامي للحمار، ما بفهم التكنولوجيا ابدا، عشقي الكتاب خير جليس وكل الكتب مريم صدقه، لانه القارئ والكاتب واحد. وزعوا للناس قد ما فيكن كتب، نعم بس قري صفحه، في كتاب هلا انجليزي رح ابعث لكم اياه لكم كلكم. وفي وحده بتحكي لغات كثيره وبتحكي لغه قالت لي امها ما حدا بيفهمها. نعم هو دي انديغوز، هو بيجوا من غير كواكب من غير مجرات، حكي عنهم آلي تحت السبع سنين بحطوا ايدهم على عينهم انه عالي، بس فوق السبع سنين هلا ال14 كل العالم رح يحكي اللغه العربيه الابجديه، ابجدها وزحط كلمه نصح كلها. يا حبيب قلبي ما فيني الكم، ما فيني الكم امبارح هالشيخ هالخوري شو ما بدكن سموه هالبابا حكي عن 99 اسم من أسماء الله الحسنى. يا حبيب قلبي كل اسم هودي كل هالصفات فينا نحنا وفينا انطوى العالم الأكبر. خلاص هول الملايين اللي بنسموه المعاقين نحنا المعاقين، نحنا السبب مقطوسين إيدي وإجري، حطيت له ايدين واجرين خشب ومدري كيف، ما بدنا. وعم بيضحك هالماسك هالقناع، بدنا قناع القناعه. نعم مش الكذبه، بنحكي عن الحقيقه ومنكذب، بنحكي عن السلام ومعنا سلاح ومنقتل بعضنا. طبيعه ما بتقتل بعضها، انا ببوس الشجره بالله سامحيني، امكم الارض وعمتكم النخله هي اللي عم بتشوفوا ما له علاقه بالاسلام يا اخوتي ابدا. إسلام الله لا إله إلا الله ختمة، محمد رسول الله وأنت كمان وأنت وإليا وشاربيل، صرنا عم نبني حفاة عراتنا تطاول في البنيان. لا بسين هيك أنا بس الكتب والقارئ والكاتب واحد، بحط اسم مريم نور أو بيس بيس ويلي بيساعدني ما فيني إلكم بتتعطل. هاي أنا هلأ هون معي هاللابتوب صغير بفوت كلاني بيبس كبسة بيتصلح وز وز هيدا ومنه وحده، خلص في غيره ورح يهتموا بهالولاد الأطفال يلي هني منسميهم معاقين معافين. ومنروح على سوق الضيعة بسوريا وهون كمان بتروحوا نهار الجمعة بتشتروا كل شي بدكن ياه، من الخضرة للفواكه للتياب للسرماية للتنورة كل شي. بدك دواء فوت على الفرمشية على الصيدلية، بدك تروح على المستشفى وتعمل عملية انت اللي بتختار، بس الضرورة الضرورة عند الضرورة، العملية عند الضرورة، حبية الدواء من 100 سنة كان فيها الأمراض يا تيتا. لا
من سنة 85 حطينا من المضاد الحيوي الأدوية، بدنا نخدم مين؟ الشر. بس مين أقوى؟ من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر؟ أنا يا حبيب قلبي برا عم بيخبروا أني كثير عم بيسموا زينب ومصطفى. يا مصطفى يا مصطفى يا حبيب قلبي، ومهضومين يعني السوري بس تقول الحمص، وهان كمان مهضومين وبركبوا نكت. ما فين لكم شو مهضومين؟ شارع مثل ما هو مطاعم، كله المفاجيع والفجعانين، كله مطاعم مطاعم. شو عم تحطوا؟ شو هالريحة؟ عم بيحطوا بالعطر، عم بيحطوا بالحفاضات للكبار وللصغار. بس في علاج؟ نعم، لكل داء دواء. يحيي العظام هي رميم. خلص ببيت الله، وبس يجتمعوا مرة بالأسبوع بمطرح بيحكوا على العيلة، ما حدا بيسكت. كاتب عن الحق شيطان أخرس. الحاكم هون منه ملك يا حبيب قلبي، أنت خادم الحرمين هو ورفيقة حياته. يا حبيبي على الملك حسين، أنت الحسنين باعتمادك يا رب. بي جيبنا ماشي على الأردن، كيف جيبنا لهون ما بعرف. من 85 سنة بي ياخدنا ماشي، أخدنا ماشي على سوريا. وقد ما فيكم ما تاكلوا مواد حيوانية، ما تقتلوا، ما تذبحوا. 90 يوم ما شافوا نار ببيته. بعدين قالوا له رح يموتوا من الجوع يعني. اجت المعزية حط ايده عليها الحبيب ونزل الدم، فحصوا اللحمة طلعت بروتين فيجيتال. هو الوحيد اللي حلل. تباعدوا بالنكاح والطلاق، أبغض الحلال. بدك تتجوز هلأ بسوريا بتزرع 1000 شجرة، بدك تطلق 10,000 شجرة. انتبهوا، كل شجرة هي رئة، هي رئة. هيدي أمنا، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. والمبذرين أخوان الشياطين. يا أخو تصر مية وحدة بتخد، اخلعني عالك اللي تراني، يعني أعمالك وأفكارك ونويك، لأنه ما عنا غير هاللحظة يا تيتا. بعد شوي ما منعرف وين منكون يا حبيبي. تلفزيون اليوم الأردن، كلمات الأردن لها معاني كتير. هلأ لا يتعدى اللسان والأذان. الحقيقة عنا عيد الكذابين كان بأول نسين، هلأ كل لحظة. قالت له عندك كارت أنت حب الوحيد؟ قال لا إيه. قالت له اعطيني 50 واحد. كل واحد بقول له أنت حب الوحيد، أنت حب الوحيد، أنت. مهضوم النكتة يلي منا جلقة، مثل أبو العبد وأم العبد وهون كمان وين ما كان بكل بلد. live life love لافتر، حرف لام، لا إله إلا الله. هيدي بتأول بطانة الصالحة اللي فينا. ما سيوم الحبيب، هلأ بيقولوا حبيب تحت 7 سنين، فوق 7 سنين كلهم بدنا يحكوا عربي. العلماء كلها عم تحكي هلأ هيدي اللغة. أكاشيك ريكوردز منزلة، رو كتاب معين الدين الشستي. أنا بس حدا يسب الإسلام ويسب الحبيب بنبسط، بقول له إيه 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 بسمع له. برجع بقول له إذا سبينا برئيس الجمهورية أو بالحاكم بحطنا بالحبس. بخبرهم الحقيقة يلي كبوا نفايات على بابه للحبيب. أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خمس يوم، بعدين ما لقى فيه. راح دق الباب وقال له جارنا اشتقت لك. قال له اشتقت لي وأنا عم كب نفايات؟ لا. قال له كل نفاية آية، لو ما بتحبني ما عم بتحكيني. يا الله سجد. هذا الإسلام؟ نعم. الرحمة وسعت كل شيء يا حبيب قلبي. هون هيك منه وين رحت؟ عبيت الله. وين رحت؟ عبيت الرحمة. وسعت كل شيء. خلفاء حياتهم وقصة حياتهم ما حدا كالقابض على الجمر لو منه عيشة آلة. كلنا كلنا بس ارحموا من في الأرض يرحمنا من في السماء. يا حبيب قلبي أنا بالجنة هون، بالجنة بالجنة هالجنة، وما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة. يا حبيباتي في وحدة عملت جبنة، قلت لها من شو عملت إياها؟ قالت لي من البرغول. ما بتصدقوا
ما بتسده، اخدتها مع المرطبين على لبنان، جبنة خبز وجبنة ما بيعجبني، خبز وزيتون أحلى ما يكون. هيك بلبنان عنا خبز وزيتون، بس الأرض مثل الأردن، هاي لبنان هون أبدا. أنا بلبنان والصوت بيحكوا مثلنا ومنحكي مثلهم. فإذا وقت الأهل الحبيب، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن، يا حبيب قلبي محمد رح يعلمنا كيف نعمل سكايب مثله، وإذاعة وتلفزيون عكف إيدكم. فات ولد هيك عمره شي سنتين ثلاثة لعند جده، لقى جده عم بيتفرج، تعرفوها على بنات هيك تنورة قصيرة. قال له جدو شو هال عم تتفرج عليهم؟ قال له يا جدو هودي فقرة ما معهم مصاري تيشتروا تياب ويلبسوا مثل الماما والتيتا وكل اللي بالحي والقرايب وهيك، فقرة. قال له جدو بس تلاقي أفقر منهم عيطلي. ما بقى فيكم تكذبوا على الأولاد، بنت 8 أشهر ما فيني لكم. قالت لي إما بتحكي لغة ما بفهمها، مع موبايل وتتتتتتت. خلص هلأ نحن بعصر آلة، اختصرت الزمن كبسة زر، بس ما تخلي الآلة تتحكم فيك، انت تحكم فيها. انت سوق السيارة مش هي تسوقك، انت السيد والحسيب والرقيب على نفسك. بدنا يكون هالدعاء عنا هيك في تجاوب بينك وبين القلب، مثل دعاء الطائف. يا حبيب قلبي اهتزت مرة الطيارة، طلعت أنا من الشباك قلت له لك يا الله، لا حريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق، الموت الرحيم. والكابتن قال نحن بخطر. بعدين لقيت أنا في بنت قاعدة قدامنا هيك صغيرة مطرح ما بيحطوا الأولاد وهيك، رفعت إيدها وقالت كلام. قالت لي أمها هي أول مرة بتقول كلام بالطيارة أو شيء، لأنه هيدي لغة أنا ما بفهمها بتحكيها. قال الطيارجي في حدا جاوب مع الله؟ قال المسيح إن لم تعودوا كالأطفال مش تكونوا childhood. نعم، الطفولة، البراءة، الطهارة، التوحيد، التواصل مع الأصول. الحسن والحسين كانوا هيك، وأم أبيها فاطمة الزهراء عطرة بالعالم وبالعوالم كلها. زواجك تنعقد بالجنة يا فاطمة الزهراء، أنت وعلي. بتعرفوا وقت اللي كان بيو للحبيب، يعني كلهم حلو شافوه هيك النسوان، قال لهم مكتب لي ادخل آمنة. طلع من عندها راح النور من وجهه من الناصية، نطروا اجا وعرفوا انه هيدا هو يلي جاي، هيدا المهدي. مين ربته؟ حليم السعدية. قال له جوزها انتبهي ما تضربي لها الولد. قالت له ايه حسيت؟ قال له المعزيات والخريف كل شيء عم بيحلبوا كثير اكثر من العاده. ولما انطلع على غار حراء ونزل، قال له لا يا حبيبتي على حد اجى. قال له ليكي لا انا يا انا مجنون يا انا الله يا شفت الله. قالت له ثلاثتهم وراها بالبحيره هون وناطرينك كلهم. فاذا هلا يا اخوتي زمن التوحيد، من كان مع الواحد الاحد ليس بحاجه الى اي احد، يلي مع الله ما بده عبد الله. حسان البصري كلهم. هذا الزمن هلا، انت خيي، انت امي، انت اختي، انت نحن. شو بنقول؟ أنا نحن؟ لا، نحن أنا نحن، شو بدك؟ كلنا أنا نحن، كلنا نحن نحن نحن. هيك كلمات حلو. اسم دعد يا أخوتي لؤي، كلمات كريم هين. بدنا نقول كلمات عربية يقدر يلفظها الأجنبي. مريم ما بيعرف يقولوا مريم، بس نور هين. وبدنا نسمي الصبي صبي والبنت بنت كلنا، لأنه هلأ الجسم ما بقى يحمل 4000 كيلو. خلص بدنا نكون مش فلات، عنا حضن. هيدي الحضانة، الولد مريض أو شي بتحط التيتا بحضنا. يا حبيب قلبي بيغفى
والبابا بحطوا بحضنه، الأب عنده الأبوة والأمومة والماما كمان أبوة وأمومة، وهالطفل نحن مسؤولين عنه لعمر 14 15 17 18 20 21. وإذا عنده مرض، نعم ما في إله شفاء، بلا يحيي العظام وهي رميم، 90-95% بيصحوا يجوا لعن ميت شكوشي. بعدين قلت له أنا بتعب يعني، بيجوا عم بيموتوا، قال لي شوفوا كيف بيطلعوا. ومطرح ما كنت أنا بباكت عنا 7 أنهر، ونحن اللي منزرع ونحن اللي منأكل وحسب المواسم. وأكتر شي تيتا شو منأكل؟ قمح، إحنا العرب هون، ورز كامل وشعير كامل. هلأ هون بالجنة بالأردن عم بيزرعوا كينوا، كل شي بيطلع هون، 5 فصول مثل كندا بفانكوفر. يا حبيب قلبي جون روبنز، A Diet for a New America، احضروا Diet for a New America. وبيو مين؟ باسكن روبنز يعني. قال له انت حققت حلم أمريكا لبيو البوزة، انا عندي رؤية فيجن بدي حققها. طلع بوحدي وهيك قال له بتعيشي بلا مصاري؟ قالت له ايه. وعاشوا وسمى ابنه أوشن، محيط، واخته لأوشن ويفز، موجة. هلا عم بيسموا خميس وجمعة، نعم، الأحد، تنين، تلاتة، الأربع، الخميس، جمعة، السبت، الأحد، هاو 7. الحق الله خلق إمام علي، مش إمام تيتا هيدا، الله is الله. 32 درس وسن وناب معنا قواطع، و32 فقرة بظهرنا. صار في كتير أمراض بالرقبة، أمراض هيك آخر شيء، أول 5 فوق وتحت آخر 5. شيلوا هالشنطة عن ظهركم، كلنا صغار والكبار، ولا شو هالقد كتب يعني؟ بدك كتاب واحد بلغ آية. برا بتسكرت المدارس وتسجلوا هالطبيط والمكبات، وهون كمان قالوا لي 10 أيام التلج والسوبر ماركت كلها فضيت من الأكل، صار بيوتنا كلنا فيها أكل لأنه ضجرانين ومنقعد ومناكل، إنه نحن صايمين كمان بالصيام. برمضان رح تشوفوا، رح تشوفوا على التلفزيون. واليوم يوم إيه يوم لأ مريم، وبتشوفوا الأعشاب اللي موجودة والبزورات اللي موجودة والأشياء اللي موجودة بهالكرة الأرضية كلها موجودة هون بالأردن. كل شي في بالأردن يا أخوتي، ما فيكن تطلعوا من هون، ما في مرض ما بيشفى هون. بالطعام نعم، بالنوايا، بالصوم وبالصيام، كلها. ما في كلام، ما في كلام. أنا سكرت امبارح، هلأ بعد كم دقيقة بروح على المطار وبرجع بروح على لبنان وبقعد وببلش ابعث لكم ايميلات. وبدنا نزرع السلام عليكم، 11 حرف، وعليكم السلام، واو، عليكم السلام 11، مدينة وباب المدينة. الحبيبة كمان هاجر من مكة للمدينة. إذا بقلكم مية زمزم شو هالسر، حطوا في كتير أمراض فيها هون بهالبيت اللي هلا انا موجوده فيه، هيدي الجنه. ما فيني اخبركم شو بيروقني الصبح من عبكره من تروق، ترويق ملك، نعم، حليب اللوز، وبحط معه نوع من الاعشاب، وعطاني منه انت اخذهم معي حطهم. اول بشوف المريض يلي احق منه، مره حطيت حب احد واحد أمشي. أنواع كتير من الحبق، وفي حبقة منعوها، بس هون رح يلاقوها، منعوها من أمة العرب كلها. أنا جبتها معي من أمريكا وجيت لقيتها بلبنان ولقيتها هون موجودة، فيها لون أخضر وفيها لون أحمر وفيها شوكة صغيرة وكلها وهيدي. نعم، في أكل كلكم بتحبوا، أنا بحب الباستو بس ما بحط جبنة، هلأ صرت بحط جبنة البرغول. بحب الحبقة تكون بالأكل، تكون بالسلطة، تكون بالشوربة، تكون بخبيها شوي بالعبة، تكون معي طفل أو شي هيك،
او بتكوني عم بترضعي بشمها، انتو عم بترضعي دايما بالجاي بيكون فيه. وبعدين نحن بعالم العربي بصيروا تسبوا بالعرب وبالمسلمين، خلوا معكم هيك سورة سوترة هيدي آخر 14 سورة ألف لام ميم ألف لام حي، وآخر 14 وحدة صار الصغار. بس حدا يسب بخبر هيك قصة عن الحبيب. هيدا هو الإسلام؟ نعم. اللي عم تشوفوا ما قالوا عليه لا بالإسلام ولا بمسيح ولا ببوذا. من طلب الحكمة كتب الحكمة يا حبيب قلبي، كتاب الثورة منعته لحوها كلن عبيت الله، ما في كتاب ممنوع ممنوع نوعا. قالت له كيف يا مرتك؟ قال لها بدي اياني يكون مثل الكلب مرتي. قالت له كيف يعني تعوق؟ قال لها لا بدي اياني يكون امين مخلص. هلا صار مخلص. فاذا نعم لك الخيار يا مصطفى. انا مين ما شفت هيدا انا الف نون الف نون الف انا نحن. حطوا اسماء هيك حلوة كتير يسألوك الأجانب What does it mean this؟ مروان يا حبيبي بلبنان حد بيت بلزق البيت عندي في أهم قاضي بلبنان اسمه مروان، وهون يا حبيب قلبي على مروان وبيطبخ بإيده الشمال. كنا نضربون بس حط إيدك ورا إيدك الشمال، هاي إيد الشيطان. بيطبخ بإيد الشمال أطيب أكل هو ورفيقة حياته وولادهم وبيتهم، ماني شايفة أجمل منه. شفت كم بيت يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي دانا شو هالبيت. في بيوت كتير هلا حاضرة هون شبه فاضية كمان، وما حدا بيقدر يمنعنا. منجيب هالولاد، منجيب المريض يلي حالته عم بيموت. يحيي العظام موت الموت. يلي شايف أيوب معي ما حدا بيعرف وين هو، قال لي بدي اطلع شي مطرح ما حدا يشوفني مثل ما عملوا الخلفاء. يا حبيبي شو هالحياة الخلفاء. هلا لك الخيار يا خليفة يا جيفة انت شو بدك. وقبلون في كتير سحر وشعوذة، ولقيتهم هون مثل ما في بلبنان في هون في وين مكان. ما تروحوا مطرح تعملوا يوغا ولا تأمل ولا شي أبدا. استفتي قلبك ولو أفتوك وأنا نبي. قال له استفتي قلبك ما تصدقوا حدا. يا حبيب قلبي عمره سنتين بلبنان اسمه سيف بيلعب تحت السيارات. لك يا سيف هلا بيجي هيدا بده يسوق السيارة وبيخبصك. قال لي أنا حميني الله وبعرف إنه جاي يسوق السيارة وكل من عليها فان. قال لي بي أمه قالوا لي من هو طفل بيحكي كلمات ما بنفهم. كل من عليها فان كتبت هالكتاب لإله. نعم كلنا بدنا نقعد. هلأ المرض الكبير يلي هلأ شيلوه من هون هو نعم الجهل. رح يكون هالكتاب الجهل بإيدك يا حبيب الله يا عبد الله. انتو رفيقة حياتك والكتاب يلي هودي الولاد بحبونا وبنحبهم نحن بس هني بحبونا أكتر. ما فيني خبركن لك صفحة صغيرة هالقد. انت اشتريت دفترين تريد الورقة بتنش إذا حطيت عليها حبر ما ألم لقيت في قلم بتنش على الورقة. قالوا لي حط ستيكرز تيتا واكتبي من هيدا بهيدا القلم. وهلأ عم بكتب وأس خلص الكتاب بدي سميه thank you لا thanks شكر. وتاني صفحة T-A-N-K thanks يعني دبابة. يا دبابة يا شكر ربك فكبر يا حبيبة قلبي يا حبيبي دخيلكم. رح تعرفوا على مروان ورفيقة حياته ريما هني وولادهم. يا حبيب قلبي شو هالبيت وشو هالأم. تعرف لبنان أحلى منه. أمه حماته أمه والأكل عندهم ما فيني خبركم. من قلبها بتطبخ من قلبها هي وولادها وجوزها ويلي اسمها خادمة بالبيت من أهل البيت. خلص كلنا بدنا نكون مع بعضنا مش ضدكم ضدكم لا
كلنا هيدا ايدينا يعني هيك تفرقوا ايديكم قد ما فيكم. ومثل السويت لودج بامريكا النيتيف امريكانز نعرق 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 نعرق. نعم لازم نعرق يطلع الوسخ لبرا. يلا 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 وبعدين منطلع على التلج ومنبرم بالتلج. هون السويت لودج للنسوان وهونيك مطرح بعيد سويت لودج للرجال ومزلطين وعريانين. نحنا جوا في حطب. يلا حطب هي الشجرة بتوقع مش نحنا منقطفها منكسرها. بتوقع الشجرة منتركها تتنكسر هي لحالها بيطلع من تحتها شجرة تانية. صب ناخدها وهيدي نعم منولعها بالمحرقة وتصيروا تعرقوا 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 وتسعلوا وتشخوا طاعتكم كاكا بيبي كله كله كله. بالضيعة عنا بيقولوا ما قالك عيشي إلا بعد تشيشي. إذا طفلك معه تشيشي منياخد كل الأطفال اللي عنده. ما بقى نعمل فاكسينيشن أبدا تطعيم ما فيه. هالمرض بيقوينا. منين منتعلم؟ من الألم. بالآلام تليدين يا حبيبي يا يسوع. وقت اللي يسوع هيدا رمز هيك على الصليب واهتزت الأكوان وأسلم الروح اهتزت الأكوان. لم نخلق ولا من موت تيتا نحنا بنرجع على البيت. نحنا منمر من ممر لممر 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 ومنرجع منتعلم. بس كل يوم نعمل غلطة جديدة وكل يوم كذبة جديدة وكل يوم شي جديد. ما منضل نكذب نفس الكذبة. نحنا منحكي عن الحب وكذبين عن عنا كره وحقد وغضب. نحكي عن السلام ومعنا سلاح ومنقتل. لا في مقاومة. نعم نحن 50-60 شخص بالأوضة. بيجي واحد بده يقتلنا. يلي قاعد على الباب معه سيف. بس سيف الوصل سيف العدل سيف الرحمة بيقتلوا له. خلص 50 شخص. هيدي المقاومة. هذا حزب الله. مش انه منقتل الناس لانه هيك قالنا هيدا رقم 45 شيلوا لي هالعرب كلهم قتلوا هالولاد حرقون بيطلعوا على الجنة. لا شو ذنب هالاطفال والكبار والصغار تروحوا بتكبون شي طبيعي انه نخاطر فوق الطبيعة تيتا نكبر to grow and glow يصير النور عنا بشع صورة النور يا حبيبي. نعم أي 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 كلمة تيتا أنا ما بفهم القرآن هو بيفهمني بحطه على صدري بنام معي من غير كواكب. ليش هالتياب لبسناها هلأ مخزقة وهيك 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 هيدي من كوكب عطارد في كواكب كتير عملوا فيها شر ووقفوا الشعر وحطوا أدوية طبيعية كمان بالشعر حتى اللي يوقف الشعر. لا كل شعرنا لازم يكون طبيعي استرخي total relaxation total acceptance انك تقبل مثل ما هو جارنا مثل ما هو فلان مثل ما هي. كيف الطبيعة الله بيشتي على الشجرة الصغيرة والكبيرة والحبقة والمريض والسيارة الفخمة وهيديك وهيديك والجحش بيك عنده سيارة وجدي عنده حمار. كلنا مع احترامنا الحمار ذكي كتير بيوصل لك الاغراض وبعدين ما معه خريطة كيف بده يروح على البيت بيعرف يروح على البيت. والكلب كمان الكلب تيتا مش بالبيت برا لبسينة بتفوت وبتهمدير جاري روجرز بأمريكا كان يشفي أمراض كتير من لبسينات. نامي على بطني تهمدير على ظهري نامي على ظهري تهمدير تعرف وين بدت تهمدير. وبعدين غرغرة مي وزيت زيتون ونتفة حامض في أشياء كتيرة بتحطيها بتمك بتغرغر غرغر كلهم. هل أنا معي مي؟ ها الصبح أول ما بتقوم مضمض بالماء وبلعها
ومن عشية قبل ما تنام كمان. وبعدين انتبهوا يعني فوق 80 متلي من بعد الساعة 4 ما بناكل شيء، بس لما منكون مع الأصحاب يلي من أهل البيت وأهل الباب معلش يحشوا شوي، حشوا يعني. أنا بحب الخبز، بس عم بشوف إنه الخبز يلي أكلته هون يا حبيب قلبي هودي شركسيين، هودي جماعة جورج جرجيف أو الأرمن يعني. الطحين خلوا نخالي فيه، خدوا قمح سنابل وروحوا على المطحنة وقلوا طحن لي هاو كمان وحط لي هاو فيهم. لا انت حطهم فيهم، والعودين منغليهم وكل شيء ومنشربهم شوربة ومنحطهم بالأكل. ما كان عنا نفايات، ما كان عنا شيء اسمه زبالة، صار عنا أنطبيل، صار يجينا بطيخ ونقعد نجور البطيخة تضربنا أمي، ولك ترك شيء للمعزية ولهالخروف يعني تنجوروها. ما في شيء كان اسمه زبالة، بيك لم الزبالة من بيت الزبال، إذا بيك خوري من بيت الخوري، بيك حداد من بيت الحداد. وعلم آدم الأسماء كلها. هلأ بأمريكا القانون عمرك 11 سنة وانت كمان فيك تسمي أبو ليلى، أبو مش بس أبو محمد وأبو شربيل وأبو أنطون. 11 بتغير اسمك، بتحمل باسبور تاني وبتطلع من البيت، تروح تعيش وحدك. عم بعمره هلأ بنيات أوضة نوم إلك وحمام لإلك، بعدين أوضة كبيرة صالة صالون والمطبخ فيها، وبيجوا الناس وبتعلمون عالسكت تحت الطاولة مثل ما قال آلي. هلأ زمن العزلة عن الناس، هلأ جلوتي في خلوتي وخلوتي في جلوتي. أول وصية تسبتوا، والتسعة اشتغلوا من تحت الطاولة، كاتم عن الحق شيطان أخرس، منشيل كل الأمراض الجهل أولا. نعم، غذاءكم دواءكم ودواءكم غذاءكم. مضغ 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 مضغ، هالأمراض من 100 سنة ما كانت موجودة. كلكم اللي فوق 80 بتعرفوا واسألوا أهاليكم. هلأ بتلاقي بينام ما بيقوم، موت الفجأة، شو الأكل، شو المطاعم، شو هالريحة اللي عم بتحطوها بالعطر، وقت اللي عرفت عم بتحطوا بالعطر يا عار العالم علينا، نحن السبب، أنا السبب، ركتب أنا السبب، شو ما شفت أنا السبب، إن كان خير أو شر أنا السبب، أنا السبب. ما تروحوا أبدا، شفتن هون بالأردن هل بيعلم يوغا هل بتعلم هيك، أنا يي بدي خبرك يا مريم أخذتني عجانب على الأوضة وأنت مهمة كتير، ما فيني قلك قديشك مهمة، وبس موتك قريب مشان هيك اسمعيلي رح قلك. قلت لأم نبر منها سحر وشعوذة، ما تصدقوا حدا، استفتي قلبك ولو أفتوك، اللي قعد مع الله بده عبد الله، ما أنت قعد مع النبي شو بدك بالغبة. وخلص هلأ هون صار في جماعة، جمعنا الجوع وجمعنا الفقر، لو الفقر رجل لقتلته، منو بس فقر المادة، فقر الأخلاق، فقر العلم، هي اليتيم. أنا عشت مع القمش يعني، وقت اللي بتتعرفوا على واحد يلي هو حاكم هالكرة الأرضية وأكبر لص، عرفني على كل هاللصوص اللي مثله. فإذا منك بحاجة، شيل الحجاب يلي عن قلبك. أها، وين فيني صلي؟ طهر قلبك وصلي وين ما بدك. الصلاة هو التواصل، صلة الأرحام. إذا أذيت نملة أذيت العالم، وإذا عرفت نفسك عرفت العالم. من عرف نفسه عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا وغابت عنك أشياء وأشلاء. لهالسبب اليوم كبسة زر، هلأ كنت عم بقرأ عن هنري فورد يلي عمل السيارة، لك صار لك هلا 2 سنين عم تشتغل وما زبطت معك، صرت أعرف كذا طريق مسدودة. ها 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 ها، طلعت السيارة وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. نعم، أمك ثم أمك ثم ساندته ساندته ساندته، وصار في سيارة ما كانت ترجع لورا، بعدين عملها ترجع لورا وبتكوع كمان، ترجع لورا وبتكوع. الحيوانات مثل البقرة بتطلع بس
ما بتعرف ترجع لورا وتكوع وهيك. هلا صاروا عم يتعلموا من الحيوانات. ها شو هالحيوان؟ هيدا النسر، هيدا الطير، هيدا البيشق، هي العصفور، هي الكلب عم بيفتش على كلبه، بده انت حاطط له جنزير كمان، والعصفور عم بيفتش على العصفوره بيقول لها تي 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 تي، بتقول له لا ما بدي اياك وانت تي 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 تي. في بنت حلوه وميرة سياره دفن الموتى، قال لها اطلعي معي. قالت له بدك تطلع على سياره دفن الموتى؟ قال لها الناس عم بتموت تطلع معي. فاذا بدنا نقول انا بحب يكون في بيت للمعافين نهتم فيهم كلنا، وبعدين ما نكب هالخطيرية هون عفيقون هالشوارع شو نظيفة وكل شيء وما في صور وما في هيك. هيدا هالخطيار تروح تكبه. كنت لمن أنا الأطفال من النفايات، بعدين صرت روح على المستشفيات يا خيي ليش بتحطون بالنفايات؟ قالوا لي بيجي حدا بياخدون لأنه هاي اللي خلفت ما بندخل يعرف إنها هي خلفت. صرت أخدون ونعمل نحن بيوت لإلون ونعيش نحن وياهم. فإذا ما في تبني بس في تكفل. خذ ولد اثنين ثلاثة إذا أحوالك المادية منيحة، مش مثل إنه هلا في كلب خلف 23 كلب. شو هالعلم يعني إنه 23 كلب؟ وفي مطرح تاني بأمريكا أم خلفت 25 طفل راسهم هالقد صغير وجسمهم هيك صغير. قال لها للأم 44 ولي أنا عندي إجرتين وبتفركش. ولي كيف انت ما بتتفركش ب 44 اجر؟ قالت له والله ما فكرت، هيك لا فكرت اشوف، صارت تتفركش. لا تفكر. الفكر كافر ماكر ماهر، ما بقدر قلكن شو شاطر. ما بدنا هيك. بدنا مخلص مش مخلص. خلاص. هلا قال له شو قولك شو قولك بالحرب العالمية الثالثة؟ قال له ما بعرف بس الرابعة ما بضل حدا يخبر على الثالثة. ومرة هيك بعمري قالت كانون الأول وكانون الثاني، منيح ما في كانون الثالث كنت مت. ما في هون أربع خمس فصول في برد كتير كتير وتعودتوا عليها وفيها تلج حلوة، في مطرح بتنزل بتصيف وبتشتي ومثل ما بدك. كل الأردن باعتمادك يا رب في نهر الأردن، هيدا بيت للشتاء هيدا بيت للصيف. وتتعودوا وقت اللي بتصيروا في برد برد برد، ستة الحرارة، أربعة، اثنين، بكندا تحت الصفر، بس بفانكوفر مثل لبنان خمس فصول بين تشرين وتشرين صيف تاني. خلي فحماتك الكبار بأدار، شبط شبط ولبط ريحة الصيف فيه بس بأدار، خلي فحماتك الكبار لأدار. بس هلأ الطقس منه طبيعي بلبنان، عم بينكب كيميكال دراجز وفي كلاب البيوت، وهون كمان ما زال عم بتكبوا بلبنان، عم بتكبوا بكل الأمة العربية. هيدا رقم 45 قابيل وهابيل. بس يحيي العظام وهي رميم، نعم. لكل داء دواء، نعم. خلص اللي قاعد مع الله خلص يا أخوتي، ما بدي عبد الله. دعاء المستجاب، ادعوني استجيب. لا اله الا انا مسؤوله عنه. اذا انت صادق مع نفسك شو عملت اليوم؟ مريم لمريم، مريم لام الارض، نعم، مريم لحسن الخاتمه للقبر. يا ما في احياء بالقبور واموات بالقصور والعكس كمان. وقت بيشوفك الله هيك بيجي هروله لعندك. تتذكروا بودا كريشنا كلهم هيك، البودا كان بيو ملك وهو ابن ملك يعني، وراح يفتش على اللي يشيل ما بيموت. وقالوا له مرتك حبله ما رجع. قالوا له بسبب بيك كل هالفقر، هي كله من بيك، المال كله عند بيك، كم واحد غني مثله وبس. وراح وشايف الحقيقه الحيه فيه. اجى لعند بيو قال له أمير إنت كنت ابن ملك إمبراطور، صرت شحاد؟ قال له كنت شحاد صرت أشهده. طلع بعيوني يا بيي. سجد ومرته سجدت. قال له لا ابنك ابنك ولا إيدك إيدك مثل فاطمة الزهراء. الحسن والحسين أبطال الدنيا والآخرة، بس أنا ضعيفة بدي جماعة، هالجماعة هون بالأردن. خلص باعتمادك يا رب في نهر الأردن أو أفراد بسوريا. ولكن
هون بالأردن باليمن، إذا بتروحوا على حضرموت ما بترجعوا. بسوريا روحوا على الليد إيه شوفوا سوق الضيعة. بس هلأ الأردن هي مقر مقام الأنبياء والأولياء اللي ورثته الأنبياء، هون بالأردن. كلمة الأردن إلى معاني كتيرة، وتسمي واحد يعني نعم الأردن اليوم، نعم اليوم. آمين، رحيم، رجيم، رجمة، رحمة، إلى معاني كتيرة هالعلم هاللغة الغنية. مشان هيك بدنا مدرسة يلي بتعلم هالعلم بتكون موجودة ببيوتنا هون وما حدا بيمنعنا. وبعدين حطوا هوم سكولينج، 10,000 دولار بيدفعوا لكم اللي بيعمل هوم سكولينج وما حدا في يمنعكم. وهون محمد كيلاني بيعلمكم كيف تعملوا الأورغون بوكس، الزابر ماشين، اشياء كتيرة. وز هيدا وز، وز هالصبي ما ماتت، جيبه وما ماتت. كلنا هلا عم بتشوفوا عم بيطلع سرطان بالمناخير، سرطان بالدينة، سرطان بالصبيع، ما بقى في بصمة. ليه؟ لأنه الآلة عم تتحكم بهالآية. خلقنا الله آية بكل عناية. صارت السيارة عم تسوقني، صار الموبايل هو المتحكم فيي، ولو عندك الكتاب خير جليس وعندك صديق خلص ما بدك حدا، انت اغنى الاغنياء. وتذكر ايها الحق لم تترك لي صديق، لا يعرفنا الا الله يا علي. نعم في اشياء ما فيكن تاكلوها مثل الموز الكيوي، بتصير تعرف ليش تشبه الايدز هالامراض. وقت اللي بتعرفوا يين يانغ فيك تاخد سم تحوله إلى جسم، إلى سمسم. مين اللي بيعرف باليين يانغ معناته ومن كل شيء ذكر وأنثى، وهالذكر والأنثى موجود فينا كلنا وفينا انطوى العالم الأكبر والله أكبر.